السلام عليكم، نهاركم مبروك. تنهنيو المنتخب الوطني، شانو عالي ورايتو عالية، كيربح كيما ربح، رابح الشهرة ورابح الجودة ورابح الكرم ورابح حتى المغربي. المغربي ديما ناجح، ما عندهم لاش يبقى فيهم الحال. الله يخلي لنا ملكنا، ملكنا هو ركيزات البلاد، وملكنا هو الظل ديال البلاد. أنا عشت في الزنقة وما خفتيش، من واحد الوقت راه ما تقدت في الدار تخرج منها، باش يبقى الواحد تيحل فمو وتيعاود شي حاجة اللي ما صالحاه، راه ما صبر والو. قال لك ما تيطمع بلي ما حرت غير الزوج، إما دم الإسلام دم الإسلام، وتا مغربي تا مغربي. الله يخلي لنا ملكنا، والكويرية غادي ينجحو إن شاء الله وغادي يربحو، إلا ما ربحو راه تيربحو غير الشهرة. وتيربحو الكرم وتيربحو حتى مغربي، ولاد المغرب راه هاكا ديما، راه ديما المغاربة هاكا. اللي تيعايش شي حاجة واللي تيعايب شي حاجة راه ما ساكر حتى شي حاجة، عاود تيكردد في الجام اللي حرقو في فمو، ما لقاش كيدير يحيدو، ما قدرش يصبر ليه، هداك الشيء تيبقى تيكردد وتيندغ وتيندغ، راه الجام اللي حرقو. هاكاك شي حد وشي حد آخر من هنا وشي حد آخر من هنا، الله يهدي بنادم، الله يهدينا. يا سيدي ربي تنطلبو ما يحافينا، الله يخلي لنا ملكنا وركيزات البلاد والسلطات المحلية ورجال الدرك والقوى المساعدة اللي خطية البلاد، حامية البلاد. الله ينصر سيدنا، واللي بيقول شي حاجة راه ما عندو ما يقول. والسلام عليكم.